عقد المجلس الاستشاري لمدينة شباب 2030 جلسة ختامية وسط أجواء مماثلة للجلسة الافتتاحية لدى انعقاد المجالس التشريعية، وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وشركاء برنامج صوت شباب 2030 من صندوق العمل تمكين ومجلس النواب وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ومعهد البحرين للتنمية السياسية. كانت الجلسة الإجرائية هي المحطة الأخيرة التي اختتمت بها مدينة الشباب أعمالها اليوم بعد برنامج تدريبي أطلق عليه صوت الشباب 2030، كان الهدف منه هو تدريب الشباب على المبادئ الأساسية للعملية الانتخابية وتعريفهم بمبادئ الديمقراطية في المملكة. احنا نهدف حقيقة من هذا المشروع اللي نقيمه طبعا بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، ان احنا نعزز ثقافة الديمقراطية وان يكون الشباب لهم دور كبير في المشروع الإصلاحي اللي أطلقه سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه. وبالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تحت عنوان المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، شارك المجلس الأعلى للمرأة في مجريات هذه الجلسة واستمع إلى المواضيع التي تم طرحها ومنها ما يتعلق بالأسرة والمرأة. الملاحظ من التجربة أن الشباب أشاعوا جو من الإيجابية في التمرين، تعاملوا مع حقهم السياسي وكأنه واجب وطني. طبعا الجلسة الإجرائية اليوم كأنها كانت جلسة في أي برلمان من البرلمانات، وحتى إحنا كمسؤولين مثلنا مؤسساتنا استشعرنا كأنهم يقومون بعملية استجواب أو عملية سؤال جدية. والجميل في هذا النشاط أنهم وصلوا ل توصية طرحوها على وزارة الشباب والرياضة بأن يكون في استدامة لهذا التمرين، وأن تكون له دورية معينة إن شاء الله بيتم الاتفاق عليها ما بين مجلسهم كمجلس استشاري معني بشؤون تطوير المدينة ووزارة الشباب والرياضة. تجربة وصفها القائمون عليها من الشباب بأنها فريدة من نوعها، حيث جعلتهم أكثر قربا من العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في المملكة. برنامج صوت الشباب أعطاني مهارات جدا بتفيدني في المستقبل، وما شاء الله جلسة اليوم كانت جدا مثمرة. تناقشنا عن موضوعين بشكل أساسي، الموضوع الأول عن نطاق تطوير الشباب سواء كان داخل مدينة الشباب أو خارجها، سواء كان في المراكز الشبابية أو الأندية الرياضية، وفي البند الثاني قدمنا بعض الاقتراحات بشأن تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الاستقرار الأسري. التجربة اللي واجهناها اليوم هي تجربة فريدة في مملكة البحرين، أن الشباب يتم انتخابهم ويوصلون لمجلس استشاري يتبع للوزير بشكل مباشر يبدون فيه اقتراحاتهم. أيضا المجلس أصدر توصية بأنه يستمر سنتين على أن تتكرر التجربة في عام 2020. أول مرة نخوض هاي التجربة طبعا كشباب بحرينيين، خلتنا نحس ثقة في وزارة شؤون الشباب والرياضة أن هي تعطينا الفرصة أن احنا نبني وياها المدينة، مو بس المدينة، المنشآت الرياضية اللي برا، أي شيء له علاقة بالرياضة، أي شيء له علاقة بالشباب. التجربة حققت أهدافها المرجوة، وهو تعزيز دور الشباب وتمكينهم وإشراكهم في صياغة مفردات الحاضر والمستقبل، وهذا ما يؤكد عليه دوما جلالة الملك المفدى. سهير عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.